كاتاستروف. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. حكايتنا اليوم تعتبر فريدة من نوعها، على خاطرها ماهيش كارثة طبيعية وماهيش استهتار بشري. أما موضوعنا اليوم يتمثل في غلطة، ولا خلينا نقوله جريمة، اللي يعملها الإنسان لإنسان آخر، واللي في معظم الأوقات تكون عندها أغراض سياسية. نحكيه على الإرهاب. أي الإرهاب اللي ديما كان زارع الخوف والرعب في حياة العبيد. أعزائي المستمعين، اليوم احنا على موعد مع أكثر القصص إثارة في العصر الحديث. إجا نرجع بكم بالوقت لعام 2001، وتحديدا في مدينة نيويورك. تاريخ كان 11 سبتمبر. الناس الكل كانت تمارس في حياتها اليومية بشكل عادي، أما مع 48 دقيقة متاع الصباح تفجرت اللحظة اللي ما كان حد يتوقعها. نحكيه على طيارة الرحلة 11 التابعة لشركة American Airlines، وهي طائرة بوينغ 767، واللي انحرفت عن مسارها واصطدمت ببرج الشمال من مركز الانتشار العالمي، واللي خلت يصير انفجار كبير في قلب المدينة. الصحب اللي كانت مدخل لكحل تصعدت للسماء. الناس اللي في الكياسات والعباد اللي في ديارهم واللي كانوا يتفرجوا في الكارثة هذه على شاشات التلفاز، الكلهم مش فاهمين شنو صار. وفي اللحظة اللي الناس قاعدين يحاولوا يفهموا فيها جات الطعنة الثانية. وفي قلب مدينة نيويورك مع 9:03 دقائق متاع الصباح، طائرة الرحلة 175 التابعة لشركة يونايتد ايرلاينز، واللي هي زادة تعتبر طائرة بوينغ 767، اخترقت برج الجنوب من مركز التجارة العالمي، اللي ادى لانفجار واحد اخر زلزل معاه الارض قدام عينين الناس. البلاد دخلت في حالة من الفوضى. الابراج العملاقة تصعدت منها ألسنة اللهب، وبدأت عملية إجلاء الزوز أبراج المشتعلة. رجال الإطفاء والشرطة وغيرها من فرق الإنقاذ كانوا كلهم يتسابقوا ضد الوقت في محاولة ليهم باش أنهم ينقذوا أكثر عدد ممكن من الأرواح. ورغم هذا كانت النار تلتهم في المباني بشكل غير رحيم. مع 9:59 دقيقة جاء الخبر المفجع. برج الجنوب انهار بشكل مفاجئ. العباد كانت في حالة صدمة، والمشهد كان ما يتصدقش. وبعد أقل من ساعة صار نفس المصير مع برج الشمال. مع الأسف زوز الأبراج اللي كانوا رمز للقوة والمال تلاشاوا مع الأرض. توفاوا حوالي 3000 شخص في الحادثة هذه، بما فيهم الركاب وطاقم طيارات الزوز وعمال مقيمين في برجي المركز. إجمالي الخسائر المادية كان حوالي 100 مليار دولار، اللي ضموا الأضرار الاقتصادية والتجارية والتعويضات والتكاليف المتعلقة بالأمن، وخاصة تكاليف إعادة مبنى بنتاغون، واللي هو كان المستهدف في الحادثة هذه، واللي يمثل مقر وزارة الدفاع الأمريكية والمقر الرئيسي لقادة الجيش الأمريكي، ويتحكم في العمليات العسكرية والاستراتيجية الدفاعية. وهنا نفهموا كونه اللي صار ما كانش صدفة، أما كانوا هجمات إرهابية من قبل مجموعة من الإرهابيين اللي تابعين تنظيم القاعدة. أي نعم، صارت عملية اختطاف للزوز طيارات عن طريق أسلحة خفيفة كما السكاكن وغيرها. وجماعة هذم قاموا بتهديد طاقم الطيارات الزوز والركاب، وبمجرد أنهم سيطروا على الطيارات قاموا بتوجيهها نحو أهداف محددة، واللي هما برجي مركز التجارة العالمي. وهنا يتكشف الجانب الغامض من الحكاية، واللي هو المخطط الاستراتيجي اللي كان مدروس بطريقة دقيقة جدا من قبل الإرهابيين هذم، واللي خليتهم ينفذوا خطة محكومة من تدخيل أسلحة هذه من المطارات لينخلطوا للتحكم في مسار طائرتين. وهنا يظهر الخلل البشري اللي كان عنده دخل كبير في حصول كارثة هذه، وين أظهرت تحقيقات اللجنة الوطنية للتحقيق في الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة إنه واحد من الأسباب كان مربوط بالإجراءات الأمنية في المطار اللي ما كانتش كافية باش إنها تمنع عملية الاختطاف. كان فما زاد ضعف في تبادل المعلومات بين وكالات الأمن المختلفة. أما الكارثة متاع اليوم علمت درس مهم للولايات المتحدة، واللي خرجت به بحاجة إيجابية، واللي هي تعزيز الأمن الوطني، وين نلقاو الحادثة هذه خلت الولايات المتحدة تحسن من أمنها وتعزز التدابير الأمنية في المطارات، وطورت تقنيات جديدة باش تقاوم بها الإرهاب. بالرغم من إنه هجمات 11 سبتمبر كانت مدمرة على جميع النواحي، إلا أنها خلت برشا دول تراجع روحها وتحسن من أمنها القومي، على خاطر في وقتنا هذا كل دولة راهي معرضة للهجمات الإرهابية، والإنسان هو الضحية رقم واحد، على خاطره تحط في وسط حلبة جيوسياسية اللي ما ينجمش يخرج منها، وقدامه زوز حلول، يا يفكر بطريقة استراتيجية وتكتيكية باش ينجم يقاوم الألعاب اللي قاعدة تصير، أو يكون معرض للخطر ومستهدف من قبل جهات معينة. كان معاكم أنيس عبد السلام، استنونا في حلقة جايين.